توج سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة. توج الفارس دانا بن غدير الدوسري من فريق فيكتوريوس بلقب بطولة العيد الوطني لسباق القدرة لمسافة 120 كيلومترا. وشهدت البطولة حضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة نجل سمو ولي العهد الأمين، وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن بطولة العيد الوطني لسباق القدرة شهدت نجاحا كبيرا ومميزا بفضل المشاركة القوية والكبيرة من قبل الفرسان والإسطبلات، مشيدا سموه بالمستويات الفنية الرفيعة التي قدمها جميع الفرسان في البطولة، وأكد على تميزهم وفوزهم بالمراكز الأولى، وجاءت بعد المستويات اللافتة خلال مراحل السباق خصوصا المرحلة الرابعة التي جاءت مثيرة ومتميزة مع السرعات العالية التي ظهر عليها الفرسان. وأوضح سموه أن بطولة العيد حملت في طياتها الإثارة والقوة والتحمل في ظل رغبة الفرسان على إنهاء السباق في المراكز الأولى، وهو ما أعطى المراحل قوة وإثارة، مشيرا سموه إلى أن الإيجابيات العديدة التي شهدتها البطولة ستكون عاملا مؤثرا ومشجعا للفرسان استعدادا للبطولة القادمة. وأشاد سموه بالجهود الطيبة التي بذلها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة وأعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى اللجان العاملة من أجل إخراج السباق بأفضل صورة تنظيمية، مؤكدا سموه أن الاتحاد يمتلك كوادر وطنية متميزة ساهمت في تسجيل نجاح جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققت. وأشار سموه إلى أن المنافسة انحصرت بين فيكتوريوس والزعيم والرعود حتى المراحل الأخيرة، حيث بقت الفرق في دائرة المنافسة حتى خط النهاية. وقال سموه: وصلت السرعة إلى 27 كيلومترا في الساعة في بعض الأحيان، وهذا أمر يدل على قوة السباق. وأوضح سموه أن البقاء دائما يكون للأقوى، وهذا ما شاهدناه في السباق عندما استمرت الفرق القوية في دائرة المنافسة على المراكز الأولى. وبارك سموه إلى الفرسان الذين حققوا المراكز الثلاثة الأولى في السباق، مشيدا سموه بمستوياتهم طوال مراحل السباق وحرصهم على تقديم أفضل المستويات. هذا وقد حرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على متابعة المراحل الأربعة للسباق برفقة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة. وكان سموه حريصا على توجيه الفرسان طوال مراحل السباق. من جانبه قدم سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة على دعمهم المتواصل وحرصهم على إثراء البطولات بحضورهم المتواصل. وأوضح سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة أن بطولة العيد الوطني للقدرة شهدت نجاحا منقطع النظير وسط المنافسة القوية والمثيرة التي شهدتها المراحل، وهو ما يسعى إليه الاتحاد الملكي دائما، مشيرا سموه إلى أن البطولة حملت في طياتها الإثارة منذ انطلاقتها حتى المرحلة الأخيرة. وأكد سموه أن نجاح بطولة العيد للقدرة دافع قوي لمواصلة تحقيق النجاحات في البطولات المقبلة. هذا وحصدت الفارس دانا بن غدير الدوسري من فريق فيكتوريوس على المركز الأول لمسافة 120 كيلومترا بعد منافسة قوية ومثيرة حتى خط النهاية. وجاء في المركز الثاني الفارس سيسيليا غارسيا من فريق فيكتوريوس، وفي المركز الثالث الفارس نايف البلوشي من فريق الزعيم. الحمد لله على كل حال، يعني بطولة العيد الوطني تحتاج مستوى عالي مثل هذا المستوى من الخيل. أنا في بداية الموسم قلت لك كنا ندخل خيل عادية نجربها، وما في شك أن بطولة العيد الوطني بندخلها خيل قوى قد المنافسة وقد هالمهمة ذي، فالحمد لله حققوا المطلوب منهم. فارسات الفيكتوريوس تألقوا وإن كان المركز الأول والثاني بين سيسيليا و بن غدير دانا. نعم. في النهاية فيكتوريوس
فرض نفسه. طبعا يفرض نفسه فيكتوريوس في كل المحافل داخل وخارج مملكة البحرين، نكون قد المهام. اذا احنا نعرف ان احنا جايين نأدي نقول لك احنا جايين نأدي، واذا احنا نجرب نقول لك احنا جايين نجرب. فالحمد لله اليوم كان يوم اداء، اعلنت انا من تقريبا شهر ونص قلت لك ان كاس عيد وطني يكون كاس لفيكتوريوس. الحمد لله على كل حال. المنافسه كانت قامضه في البدايه المرحله الاولى، ولكن خلينا نقول احنا توضحت في المراحل الاخرى الى ان انحصرت بين فيكتوريوس وفارسات فيكتوريوس. ما في شك، الحمد لله على كل حال. المنافسه كانت شديده الحقيقه، يعني السباق انتهى في اواخر 27 كافريج سبيد. مو باي حصان يقدر يسوي هذه السرعه، مو باي مدرب يقدر يوصل حصان انه يسوي هذه السرعه. فأنا توقعت أن السباق راح يكون سريع، ما في شك، عرفت أن السباق راح يكون قوي، وكانت أعداد كبيرة معانا، ودريت أنه راح شوي شوي تقلص الأعداد. فالحمد لله صار من حظنا ومن يعني حالفنا الحظ أن خيلنا هي اللي تمت في مثل ما يقول البقاء للأقوى. طول عمر مع كل سباق الليفل يرتفع في سباقات القدرة، المشاركة الكبيرة اليوم، هذا كله مؤشر بأن موسم راح نقابل موسم ناجح بالسباقات القادمة إن شاء الله. إيه إن شاء الله إن شاء الله. إحنا مستوانا ثابت الحين، صار لنا سنوات على هذا المنوال. المدربين يتعلمون، خيرنا جالسة تتعلم، وإحنا ماشيين على نفس المنهاج هذا. والأمر السباق كان في منافسة بين الرعود وفيكتوريوس، ولكن حسم لا والزعيم 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 ما قصروا الحقيقة اليوم. بينه وبين الرعود وبين الزعيم دائما يعني منافسة طيبة. الفرسان اليوم الحقيقة بتدريب الشيخ نور بن حمد بعد أدوا أداء مبهر. فالحمد لله أنا أشوف الألوان تغير، الأسماء تغير، وهذا الشيء اللي أنا أطمح له. ما أبغي التكرار، وما أبغي نفس الخيل ونفس المدربين. فالحمد لله الهدف تحقق، أن كل المدربين بدأوا يمشون على منهاجنا، بدأوا يعرفون كيف أنهم يتصرفون بالسرعة، وعرفوا يتصرفون في السباقات. هذا اللي أنا الحقيقة مفرق.